السمعين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام من 11. فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق؟ إحنا قلنا إن كهنوت اللاوي كان بيقدم ذبايح إيه؟ حيوانية. طب وهل كانوا يقدروا يخلصوا عن طريق هذه الذبايح الحيوانية؟ لا، عشان كده ما كانش في كمال بالكهنوت الإيه؟ اللاوي. وعشان كده كان محتاجين لكهنوت آخر أكثر قوة يبقى أعلى من كهنوت لاوي. طب إزاي عرفنا إن كهنوت لاوي أقل من كهنوت ملكي صادق؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت دي كان آخر حاجة المفروض تقولوها، ها؟ لأن مين اللي بيبارك، الكبير ولا الصغير؟ طيب هنا قلنا إن لاوي كان في سبط، في صلب أبونا إبراهيم ساعة ما اتبارك من مين؟ من ملشي صادق. وعشان كده قلنا ملشي صادق أعلى من الكهنوت الايه؟ اللاوي. كمان كان اللاويين كانوا هم اللي بيعشروا الشعب، ولكن أبونا إبراهيم اللي جه من صلب لاوي عمل ايه؟ قدم عشور لمين؟ لملكي صادق. لأنه إذ تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير للناموس. احنا قلنا ان الناموس بتاع موسى هو اللي كان على اساسه جه الكهنوت، وعشان كده اخد في البداية هارون وبعد كده خصصه سبط لاوي لمين؟ لعمل الكهنوت. بس كان في شروط دايما عشان يختار الكهن، 142 شرط ان هو يكون ليه شوية شروط كده كتيرة، يعني لازم ما يكونش فيه عيب، لازم ما يكونش بيسهسه، لازم ما يكونش مش عارف، يعني كذا حاجة. العيوب دي ما يكونش مثلا اعور، ما يكونش اقطع، ما يكونش ابرص، ما يكون يعني في شويه ايه شروط عشان اختيار الكاهن اللاوي. هل المسيح لما جه من سبط لاوي مستوفي لشروط الكهنوت دي؟ لا، قلنا جه من سبط ايه؟ يهوذا، ولكنه كاهن على طقس ملكي ايه؟ ملكي صادق. طيب اما تغير الناموس اللي بيختاره على اساسه الكهنوت، فلازم يتغير نفس الحكاية، لازم يتغير الايه؟ الناموس. يعني بعد اما اتنقل من كهنوت هارون لكهنوت ملكي صادق لازم يتغير الايه؟ الناموس اللي كان بيمارس على اساسه الكهنوت. فهل النهاردة في كاهن يجيب ذبيحة ويذبحها؟ لا، احنا بنقول الذبيحة جسد المسيح اللي قدم ذاته ذبيحة مرة واحدة على الصليب. طب تكرار الذبيحة اللي احنا بنقدمها ده ايه؟ احنا بنقول له ايه؟ اخذ خبزا على ايه؟ مش يدي، اخذ خبزا الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنا الطباويتين المحييتين. دي قدم مين بقى؟ المسيح. يبقى مين اللي بيقدم الذبيحة؟ الكاهن، كشبه لمين؟ المسيح. المسيح اللي قدم ذاته ذبيحة. عشان كده بنقول له يا من بارك في ذلك الزمان الان ايضا ايه؟ يا من قدس الآن أيضا، يا من قسم الآن أيضا، يا من أعطى أنت الآن برضو إيه؟ تعطينا وتعطي كل شعب. يبقى مين اللي بيقدم الذبيحة؟
نعيد الحتة اللي قلناها مرة تانية، ان دلوقتي ما كانش الناموس قادر ان انسان يكمله، وقلنا ان الجميع حصل لهم ايه؟ زاغوا وفسدوا وعوزهم، ليس من يصنع صلاحا، ليس ولا الا واحد بس هو اللي كمل الناموس. مين هو؟ اما اكمل الناموس قدم ذاته هو ذبيحة على الصليب، لانه كان كاهن وكان ملك، ملك لانه من سبط يهوذا، وكاهن لانه بس مش على طقس بقى، لا مش زي اللاويين، ولكن على طقس مين؟ ملك صادق. طيب اما قدم ذاته ذبيحة على الصليب عشان يفتح لنا المجال ان احنا لازم نكمل الناموس مرة تانية؟ لا، لازم ناخد الناموس الجديد. فاخدنا الناموس الملوكي اللي هو ناموس الايه؟ المحبة. المحبة اللي هي اللي من يثبت في المحبة يثبت في الله والله ايه فيه. طيب يما هنا طالما ان الكهنوت اللاوي ما قدرش ان هو يخلص انسان، يبقى لازم الكهنوت يحصل له ايه؟ يتغير. ولما الكهنوت ده كان جاي على اساس الايه؟ الناموس. فلو الكهنوت اتغير يبقى لازم الناموس ايه؟ هيتغير. فاصبح هنا الكاهن هو كاهن واحد الى الابد على طقس ايه؟ ملكي صادق. لانه ان تغير الكهنوت فبالضروره يصير تغيير للناموس ايضا، لان الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط اخر لم يلازم احد منه المذبح. اما واحنا بنتكلم عن ملكي صادق كان من سبط لاوي، طيب والمسيح جه من سبط لاوي، وعشان كده بيقول الذي يقال عنه كان شريكا في سبط اخر، لان المسيح جه من سبط ايه؟ يهوذا، وعشان كده لم يلازم احد منهم المذبح. ما سمعناش ان حد من سبط يهوذا قبل كده اتقدم للكهنوت. فانه واضح ان ربنا قد طلع من سبط يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت، لان احنا قلنا الكهنوت من سبط ايه؟ لاوي. كهنوت هارون ومن سبط لاوي. وذلك اكثر وضوحا ايضا انه ان كان على رتب على شبه ملك صادق يقوم كاهن اخر. يبقى كده المسيح لما جه زي شبه ملك صادق، ان احنا قلنا ان هو ما كانش ليه ايمام، احنا قلنا 10 حاجات بتشبه المسيح بمين؟ بملك صادق. ان ما جاش واضح ان ليه نسل، مش جاي عن طريق تناسل، ما كانش بحسب وصيه جسديه ان مثلا يكون مواصفاته الجسديه كذا، او ان هو من سبط لاوي. جه ملك السلام، ملك البر، قدم ذبيحه خبز وخمر، كل الحاجات دي كان بيشبه فيها المسيح لملكي صادق. يبقى جاء على شبه ملكي صادق يقوم كاهن اخر. قد صار ليس بحسب ناموس وصيه جسديه. ان الوصيه الجسديه دي ان هو يجي من نسل اللاويين، فهو لا، ما فيش، مش من نسل اللاويين. طيب مواصفاته الجسديه كذا، هم قعدوا يعملوا اختبارات للمسيح في مواصفات جسديه زي ما كانوا بيعملوا للكهنه اللاويين؟ لا. طيب يقول كمان بل بحسب قوه حياه لا تزول. قوه الحياه دي التي لا تزول بسبب البر اللي كان في المسيح، لان المسيح بار ولم يصنع خطيه واحده. وبيقول قال لهم كده من منكم يبكتني على خطيه، وكان بار وحده، ما كانش في حد يقدر يمسك عليه اي خطيه. طيب وفي الاخر حسب قوه حياه. الموت كان بيجي للانسان بسبب الايه؟ لكن المسيح هل جاله الموت بسبب الخطيه؟ لا، لانه حمل عننا الخطيه فمات بدل مننا، لكن اعطانا الحياه، لان لم يستطع الموت ان ايه؟ ان يمسكه. وعشان كده قال له اين شوكتك يا موت واين غلبتك؟ فقوه الحياه التي لا تزول اللي في المسيح اعطاها لكل الناس بقى ايه؟ المؤمنين باسمه. يبقى هنا هو اخذ الموت بدل مننا واعطانا الحياه من قوه الحياه اللي فيه التي لا تزول. لانه يشهد انك كاهن الى الابد. كلمه الى الابد دي كان ينفع لكاهن من كهنه اللاويين او من رؤساء الكهنه اللاويين يقول له انت كاهن الى الابد؟ لا. ليه؟
لان هو فتره زمنيه هيقدم فيها الكهنوت وبعد كده يموت، ويقدر الموت ان هو يمسكه لانه ما فيش انسان بلا ايه خطيه ولو كانت حياته يوم واحد على الارض. وعشان كده الكاهن اللاوي كان لازم يقدم عن نفسه ذبيحه وبعدين يقدم عن ايه عن الشعب. لكن المسيح قدم عن نفسه ذبيحه لانه بلا خطيه وحده. كاهن الى الابد على رتبه ملك صادق، قلنا الى الابد لان كهنوت المسيح هو كاهن قدم ذبيحه واحده مره واحده، ولكن الذبيحه وجدت فداء ايه ابديا. احفظوها دي، هذه الذبيحه اللي قدمها المسيح على عود الصليب قدمت فداء ايه ابدي. ابدي يعني ايه؟ هل هتنتهي؟ لا. طب امال احنا بنكرر الذبيحه دي على المذبح، هل دي ذبيحة تختلف عن المسيح قدمها على الصليب؟ لا. احنا برضو افتكروا كل مرة بنقول اخذ خبزا على يديه الطاهرتين، وبعدين نقول وشكر وكسر وكل الكلام اللي هو مين اللي بيعمله؟ المسيح بذاته، المسيح بذاته، وبيقدم ذاته ذبيحة عننا. فانه يصير ابطال الوصيه السابقه من اجل ضعفها وعدم نفعها. ايه الوصيه السابقه بقى اللي هي كانت وصايا الايه الناموس الاولاني؟ لانه ما قدرش الانسان يكمل الناموس وما قدرش يخلص عن طريق ان هو ينفذ الناموس، فيبقى الوصيه ايه ضعيفه. بقت تعمل ايه الناموس؟ يعمل ايه؟ يشاور على الخطيه اللي بيعملها الانسان، لكن يقدر يقوي الانسان او يرفع الخطيه عنه؟ لا. يبقى هنا الوصية يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. إذ الناموس لم يكمل شيئا. يبقى هنا مشكلة الناس مع الناموس إن كان بيشاور لهم على الخطية، يعني يقول له لا تشتهي. طب أنا وقعت في الشهوة، يقول له خلاص اتمسكت عليك إيه خطيتك. طيب اعمل تعمل إيه؟ طيب طالما إن أنت وقعت في الخطية موتا تموت، يبقى اخدت حكم على الموت. وطول ما انت واخد حكم الموت يقدر الناموس يرفع عنك حكم الموت؟ لا، ده بالعكس كل مره يشاور عليك يقول لك طالما اخطات انت عليك حكم الايه الموت. طب مين اللي يقدر يرفع حكم الموت عننا؟ اما ابطل الوصيه القديمه، لغى الوصيه القديمه وابتدى ان هو ايه يدلنا حياه، قوه حياه لا تزول. قوه الحياه التي لا تزول دي في مين بس؟ في المسيح. بما اني انا حي فانتم ستحيون، هتلاقوها في انجيل يوحنا تقريبا 15. اذا الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير ادخال رجاء افضل به نقترب الى الله. يبقى احنا مين اللي فتح لنا باب الرجاء الافضل ده؟ لانه قال كده اتيت لتكون لكم حياه، قوه حياه لا تزول، ويكون لكم افضل. يبقى رجاء ايه افضل؟ الرجاء الافضل ده انا لما كان بيتشاور لي على خطيه كنت بقع فيها ويشاور عليا الناموس يقول لي انت مستوجب للايه للموت، لكن النهارده اصبح المسيح يقول لي انا بابي مفتوح، قدم توبه ستجد ايه حياه ابديه. تعالوا الي يا جميع المتعب، من يقبل الي لا اخرجه. يجي يقول من يقر بخطايا ويتركها يرحم، لكن الناموس كان يقول لي حتى لو اقرت بالخطيه هيحصل عليك ايه حكم الموت، لان المديونيه بتاعتك محدش دفعها، انت مديون ان انت طالما وقعت في الخطيه ان انت تموت. طيب طالما ان انت لسه انسان حي يبقى انت ما دفعتش حكم الموت اللي مفروض عليك. طب يحصل ايه؟ يجي المسيح يدفع ثمن خطيتنا من دمه الكريم، وبعدين يعمل ايه؟ يدينا ايه الحياه والخلاص الابدي. يبقى ده الرجاء الافضل، ده الرجاء اللي بقى لينا في السماء، لكي يصير ادخال رجاء افضل به نقترب من الله. يبقى النهارده انا بقترب الى الله بسبب ان المسيح دفع ايه ثمن الخطايا بتاعتي. طيب دفعه ازاي؟ ان هو كان كاهن الى الابد على طقس ملك صادق وقدم ذبيحه ذاته على الصليب، فاصبح لي رجاء ان انا كل ما اقف قدام ربنا يفتح لي بابه مره تانيه. ليه؟ لان الرجاء ده اقدر اقترب بيه من مين؟ من الله.
وعلى قدر ما انه ليس بدون قسم، لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنه. مين اللي هم بدون قسم قد صاروا كهنه؟ الكهنوت الايه؟ اللاوي، لان كان من غير قسم، لان معروف ان الكاهن مش هيقدر يعيش الى الابد، لان الخطيه اجره الخطيه ايه؟ موت، فكان هيموت. طيب وبعدين يقول لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. ده المقصود بيه مين بقى؟ واحد بس هو المسيح. طب الكهنوت اللي احنا الكهنة الكتير اللي موجودين دول ورؤساء الكهنة دول كلهم بيشبهوا مين بقى؟ وعشان كده نيجي نفكر الكاهن او نفكر الاسقف والبطرك اما يجي نقول له اقسم الرب ولن يندم انك انت هو الكاهن، بنقصد مين؟ المسيح. طيب وحضور الاسقف او البطرك وجوده جوه الكنيسه اكنه شبيه بمين؟ بالمسيح. لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنه، لان معروف ان الكهنوت اللاوي كان هيتغير، لانه كان بيرمز الى الكهنوت الملوكي اللي هو بتاع ملكي صادق، فعشان كده كانت فترته قليله، فعشان كده دول اولئك بدون ايه؟ بدون قسم. لكن مين اللي اقسم؟ يقول له اقسم الرب ولن يندم انك انت الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق. ده يقصد بيه بقى مين؟ المسيح نفسه. طب حته القسم هنا ليه بقسم؟ هل ربنا بيرجع في كلامه؟ لا، ولكن حته بقسم لان هيفضل الى الابد، وعشان كده بيوضح زي مثلا ما يجي المسيح يقول كده الحق الحق ايه اقول لكم، يبقى ايه الكلام ده؟ تخلوا بالكم منه لان ده حق. لو زالت السماء والارض كلمه واحده وحرف واحد ايه لا يزول. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل. عشان كده دلوقتي كان العهد القديم فيه كهنوت اسمه كهنوت هارون وكهنوت اللاوي، ولكن اصبح في العهد الجديد كهنوت افضل اللي هو ايه بقى؟ كهنوت المسيح نفسه اللي جاء على طقس ايه؟ ملكي صادق. طب ايه ضامنا دي؟ عارفين لما واحد مثلا يكون رايح يقترض من بنك وبعدين يقول له طب انت ايه الضمان اللي انت يقول له مثلا انا عندي 1000 جنيه في البنك بس انا محتاج 100,000، يقول له طب خلي حد ايه؟ فاهمين حته الضمان دي؟ طيب احنا النهارده اما بنقع في الخطايا مين يقدر يسدد الخطايا بتاعته؟ مفيش حد. طب نيجي يقول له هات لك ضامن. مين ضامني بقى؟ المسيح. يضمننا بايه بقى؟ بدمه اللي بذله امتى؟ على عود الصليب. فعشان كده نقدر ناخد من استحقاقات دم المسيح على المذبح، نقدر نقول مع المسيح صلبت الاحياء لانا بل المسيح. امتى الكلام ده كله؟ لان هو مين اللي بيضمن عند الاب؟ مين اللي فتح الطريق ما بيننا وبين الاب في السماء؟ المسيح. وعشان كده اصبح مين الضمان بتاعنا؟ يعني واحد يجي يفتح بقه عشان يتناول يقول له طب فين الضمان؟ فين تم اجره الثمن؟ يقول له اصل مين دفعه؟ المسيح. ويجي واحد يقول لك انا عايز اكون مسكن للروح القدس، يجي الروح القدس عشان يخش فيه، يقول له فين الضمان؟ يلاقي ختم كده بالميرون والصلبان على جسمه كلها، يبقى مين اللي دافع ومين اللي ضامن؟ السيد المسيح. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد ايه بقى؟ افضل. ليه عهد افضل؟ زمان اما جه عزية كده يدوبك لمس تابوت العهد، مجرد ان هو لمسه وقع مات. طب احنا النهاردة هل مثلا واحد مش مقدم توبة من قلبه وجيت ناول راح وقع مات؟ بس في واحد راح كذب بس على الروح القدس حصل له ايه؟ مات. ومامراته جت وكذبت على الروح القدس ماتت. ليه ربنا بيسمح في مرة بكده ويسمح في مرة بكده؟ يقول لك بس خلي بالك بقى، لان في حاجة اسمها عبرة العصيان. في ناس اما عصت ربنا وقعت، فخلي بالك بقى. يبقى انت اما تروح تتقدم ما تتقدمش باستهتار.
انت في عهد جديد افضل. ولكن افتكروا بقى الآية اللي خدناها قبل كده، مع بقاء وعد الدخول الى راحته يرى ان احد منكم قد ايه خاب منه. يبقى انا النهاردة في ناس وقعت في عبرة العصيان. عبرة العصيان دي يعني ايه؟ اما استهانوا بالله القدوس حصل لهم ايه؟ سقطوا. وبعدين يقول لك لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة زي ما احنا درسناها في الفترة اللي قبل كده. لكن هنا بيقول ايه؟ على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل. ربنا يفضل فاتح احضانه وفاتح بابه الى الايه؟ لا، الى ان يقدم الانسان توبة، او يقرر الانسان ان هو مش هيقدم توبة، يرفض عمل الروح القدس، وهو ده اللي بيسموه التجديف على الايه؟ على الروح القدس. واولئك قد صاروا كهنة كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء، لان اصبح ان دلوقتي كل واحد على في كهنوت لاوي اول ما بتنتهي ايامه على الارض بيحصل لهم ايه؟ خلاص بيموت. يبقى منحهم الايه؟ الموت عن البقاء. لكن هل المسيح قدر يمنعه الموت عن البقاء؟ لا، لانه قام في اليوم الثالث، ها، وصعد وجلس، وده الحته اللي احنا هناخدها له. وعشان كده ضامنا لعهد افضل واولئك قد صار كهنة كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء، اما هذا فمن اجل انه يبقى الى الابد له كهنوت لا ايه؟ لا يزول. فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله، اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. يبقى احنا عندنا هنا شفاعة المسيح الكفارية، زي ما بنقول كده حمل قائم وكأنه مذبوح، عمال يشفع في ايه؟ كل خطايا الشعب. يجي اي واحد النهاردة حتى وان كان واقع في الخطية يرفع عينه للسماء، ليه رجاء بمين؟ بالمسيح. ويقول لنا كده المسيح، الى الان لن تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم ايه؟ طب نطلب ايه؟ نطلب عربية ونطلب لا، نطلب غفران خطايانا، نطلب غفران خطايانا. اما نطلب غفران خطايانا ربنا يعطلنا من استحقاقات دمه الكريم، لانه قائم امام الله ليشفع فينا. اما قلنا كده ان هو صعد الى السماوات ودخل الى الحجاب الى قدس الاقداس وقدم ذبيحة ذاته اللي قدمها على الصليب غفرانا لخطايانا. مين اللي كان مفروض يموت؟ انا. ومين اللي شال الموت عني؟ المسيح. وعشان كده اصبح لي دالة امام الله ان انا دفعت خطايا، لان مين ضامني؟ المسيح. فمن ثم ان يقدر ان يخلص ايضا الى التمام. كانت الخلاص اللي كان بيصنع نتيجة ان الواحد بيقدم ذبيحة حيوانية كان حاجة ايه؟ مؤقتة. لكن مين اللي يقدر يخلص بالتمام؟ لانه في الاخر يقول لك ويخلصني الى ملكوته الابدي، لان هيدفع ثمن الخطايا. فما تقدرش الموت ان هو يقول لك ما يؤذيه، لا يؤذيه الموت الايه؟ الثاني. في موت اولاني اللي هو احنا بنقول بنسميناه دلوقتي انتقال، ولكن في موت ثاني. مين اللي يقدر يخلصنا من هذا الموت الثاني؟ المسيح وحده، لان بالايمان به يصير لنا غفران الخطايا، نحتمي في دمه الكريم، نحتمي في محبته، وهو الوحيد اللي يخلصنا الى التمام. فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله. يعني ايه يتقدمون به؟ طالما ان انا امنت بالمسيح وتمسكت باسمه الى النفس الاخير، عشان كده بنقول اؤمن 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 واعترف الى الايه؟ طالما تمسكت بالمسيح بالايمان باسمه يصير لي الغفران الخطايا. وعشان كده انا بتقدم به الى الله، نتقدم به، اذ هو حي في كل حين يشفع فيه. في فرق بين الشفاعة، عشان احنا بنؤمن في كنيستنا بالشفاعة. في شفاعة كفارية، مين اللي قدمها عننا؟ المسيح. وده لا يتنافس معاه حد، لان مفيش حد يقدر يشفع فينا زي ايه؟ يسوع المسيح البار. هو بار ومات لاجل الاسماء اللي هو احنا،
وعشان كده بيشفع فينا امام الله الاب. طيب، لكن في شفاعه توسليه. ايه الشفاعه التوسليه دي؟ زي مثلا لما جت العذراء كده في عرس قنا الجليل وتقول له ليس لهم خمر. طيب عمل ايه المسيح؟ حول الماء الى خمر. فهنا حصل ده بايه؟ بالتوسل بتاع مين؟ العذراء. فهنا العذراء وكل القديسين اللي سبقونا ممكن يتوسلوا الى الله من ايه؟ من اجلنا. لكن هل يقدروا يخلصونا من الخطيه؟ لا، ما ينفعش ان هم يخلصونا من الخطيه. يبقى دي اسمها شفاعه ايه بقى؟ توسليه. فهنا لكن المسيح قدم شفاعه كفاريه عن خطايانا يشفع فينا، لانه كان يليق بنا رئيس كهنه مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار اعلى من السماوات. ده اللي هو مين بقى؟ اللي قال عن نفسه ليس احد صعد الى السماوات الا الذي نزل، ابن الانسان الذي هو في السماء. يعني هو مالئ الكون كله، ولكن نزل فترة مؤقتة على الارض، قدم فيها ذاته ذبيحة على الصليب، وصعد تاني بنفس الجسد ده الى السماء، وفضل هذا الجسد امام الله يشفع فينا. ليه؟ كاهن الى الابد على طقس مين بقى؟ طيب يقول قد قدوس. مين اللي اتقال عنه واحد بس اللي هو قدوس؟ الله. طيب اي انسان بعد كده يتقال عنه قديس؟ لانه تقدس من مين؟ من القدوس. احنا لما نيجي نتناول هنا نقول القدسات للقديسين، يبقى كل واحد بياخد من القدسات يصير المفروض قديس. وعشان كده بنقول سبحوا الله في جميع ايه بقى؟ قدسي. كل القديسين اللي بيتناولوا من جسد ودم المسيح. طيب هنا بقى قدوس بلا شر ولا دنس، لان المسيح كان وحده بلا خطيه، قد انفصل عن الخطاة. طب احنا سمعنا ان المسيح كان بيأكل مع العشرين والخطاة زي ما اتهموه الفريسيين. فرق بقى ما بين ان هو بيأكل معاهم ويعطف عليهم، بس هو كان طبيب وسط الايه؟ المرضى، وقال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، وكان بيدعو الخطاة الى التوبة. لكن كان بيشترك مع الخطاة في شرهم؟ لا، ما كانش يشترك مع الخطاة في الشر. عشان كده بنقول انفصل عن الخطاة، لانه كان بلا خطية وحده. يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر، لان الكاهن اللاوي كان في ايه؟ في الشر، وكان ممكن يقع في الخطية. وحتى الكاهن النهاردة ما يجي يقول بيقول عن خطاياي وجهلات شعبك، ينسب لنفسه الخطايا وينسب للشعب الايه؟ الجهاله. ولكن المسيح وحده كان قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاه وصار اعلى من السماوات. عشان كده لم يستطع الموت ان يمسكه وينزل به للجحيم السفلى، ولكن صعد الى السماوات بجسده، وعشان كده صار فداء ابديا وكاهن الى الابد يشفع فيهم. الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب. ده اللي احنا لسه قايلينه، إن الكاهن أو رئيس الكهنة كان لازم يقدم غسلات كتيرة وتطهيرات كتيرة قبل ما يروح يخش القدس الأقداس. طيب ولازم يقدم عن نفسه ذبيحة، لأن ممكن أما يخش القدس الأقداس يحصل له إيه؟ يتحرق نفسه. طيب يحصل ايه بقى؟ يقول لك كان يقدم الاول ذبيحة عن نفسه وبعدين يخش ايه؟ يقدم عن الشعب. ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ان يقدم ذبائح اولا عن خطايا نفسه، لانه قدوس بلا شر ولا دنس وانفصل عن الخطاة، لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه. قدم نفسه لان احنا قلنا المسيح اختار ليه ان هو يكون على الصليب؟ لان وهو واقف بيقدم الذبيحة. طب ايه هي الذبيحة اللي بيقدمها؟ ذبيحة ذاته، لحد ما قال في الاخر قد ايه؟ اكمل. لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه. وافتكروا
المسيح وهو بيقدم ذاته ذبيحة قال يا أبتاه اغفر لهم. فاحنا هنا بقى اصبح لنا الرجاء في حتة اغفر ايه؟ اغفر لهم، لانه بيشفع ايه فينا. فان الناموس يقيم انسان اناسا بهم ضعف رؤساء كهنة. الناموس القديم كان بيجيب الناس ولكن الناس كانت ايه؟ ضعيف. وحتى النهاردة اما بيقام كهنة بيقام كهنة ايه؟ برضو فيهم ضعف. عشان كده عايز اقول لكم حاجة، في فرق بين الوظيفة وشاغل الوظيفة. يعني ايه الفرق بين الوظيفة وشاغل الوظيفة؟ في فرق بين الكهنوت والكاهن. الكهنوت مفهوش اي ضعف لانه بياخد مصدر القوة بتاعته من مين؟ من الله. لانه واخد الوكالة من مين؟ واخد النفخة من مين؟ طيب الكاهن ممكن يكون عنده ضعف، ولكن هسألكوا سؤال، لو في وزير مثلا من الوزراء اللي اتحبسوا دلوقتي ادى امضى زمان، الامضى تمشي ولا لا؟ لكن هو ممكن يبقى فين؟ في السجن. ممكن يتعدم ولا يتشنق؟ ممكن. ليه؟ لان في فرق ما بين الوظيفة وشاغل الوظيفة. عشان ساعات يجي واحد يقول ايه، طب انا اعترف ليه عند كاهن وده انسان زي؟ لا، في فرق بين الوظيفة اللي هو واخدها والوظيفة اللي انت واخدها. طيب هل لو كاهن ما كانش كويس قوي الذبيحة تتحول؟ احنا بنقول مين اللي اخذ على يديه؟ اخذ على يديه الطاهرتين. طيب يبقى هنا دلوقتي اللي بيقدم الذبيحة دي مين؟ المسيح، لكن بيقدمها بيد الكاهن. طيب يبقى هنا اما يجي كاهن ويقول لك مغفورة لك خطاياك ويقرأ لك التحليل، يبقى تنقل الخطية ولا ما تنقلش؟ طيب لو هو غلط مين اللي يتحاسب؟ يبقى هو كوظيفته ككاهن المفروض انه يعمل واحد اتنين تلاتة. لو هو اخل، عشان كده يقول لك من فم الكاهن تطلب الايه؟ الشريعة. يعني لما يقول لك على حاجة صح وحاجة غلط، لو انت عملت اللي قال لك عليه انت مش مدان، ولكن لو هو قال لك على حاجة غلط مين اللي يدان؟ هو اللي ده. يبقى هنا في فرق ما بين الوظيفة وشاغل الوظيفة. وعشان كده مرة واحد راح يطلب من كاهن، والكاهن ده كانت سمعته بصراحة ما كانتش قوية يعني، فبيقولوا له يعني روح شوف كاهن قديس كده تطلب منه. فهو قال لهم لا، انا اللي بيفرق معايا الكهنوت مش الايه؟ مش الكاهن. فاما بيلجأ لربنا وبطلب بركة الكهنوت، فحتى لو كانت مع كاهن ضعيف، نفسيته ضعيفة، خطايا كتيرة، فانا واثق في ايه بقى؟ في الكهنوت. لكن الكاهن ممكن قابل للسقوط وقابل للقيام، ممكن يغلط وممكن، ولازم يكون ليه اب اعتراف ولازم يقدم توبه. طيب يبقى هنا النهارده ممكن يكون كاهن ويكون ليه بعض الضعفات، ليه سقطاته، لكن في فرق. حتى لو وقف على المذبح يحصل ايه؟ تتحول الذبيحه ولا لا؟ تتحول. ليه؟ لان مين اللي بيقدمها؟ اخذ على يديه. فالناموس يقيم اناسا بهم ضعف رؤساء كهنه. وعشان كده احنا لما بيجي يختار كاهن احنا بنقول ايه؟ افضل الموجودين. لكن هل معنى كده انه بلا خطيه؟ لا، مفيش انسان بلا خطيه ولو كانت حياته ما. واما كلمه القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا الى الابد. مين بقى الابن؟ هذا هو الابن الوحيد الذي قدم ذاته على الصليب ذبيحة من أجل خطايانا لكي يشفع فينا إلى الأبد أمام الله الآب. يبقى هذا هو الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر، هو اللي خبرنا، هو اللي قال لنا إن أنا هقدم ذبيحة. طب إيه الذبيحة اللي بقدمها؟ ذبيحة ذاتي على عود الصليب. طب عشان تشفع فيكم لحد إمتى؟ إلى الأبد. لكن كون اي ذبيحه اتقدمت في العهد القديم كانت تنقل الخطيه عن الانسان للحظه، وكانت
عبارة عن مثال للذبيحة الحقيقية اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت المسيح على الصليب. يبقى هنا كل كهنوت على الأرض ممكن يكون في ضعفاته ويكون في نقائصه، ولكن الكهنوت بتاع ربنا يسوع المسيح ليس له ضعفات وليس له نقائص، وعشان كده هو الوحيد الكاهن إلى الإيه؟ إلى الأبد على طقس ملكيزيدك. أما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. هل الله بيجلس ويقف؟ ها؟ لا. أما يعني إيه جلس؟ معناها حصل استقرار بعد ما طلع للسماء. كل حاجة استقرت. طب إمتى قدم؟ إمتى جلس؟ عشان إحنا قلنا إيه؟ وصعد إلى السماوات وجلس. طب الله له يمين ويسار؟ أمال يعني إيه يمين؟ يعني في القوة. يبقى في استقرار حصل في السماء بعد ما المسيح نزل على الأرض وطلع إلى وقدم ذاته ذبيحة ومات وقام من الأموات وصعد إلى السماوات، جلس في يمين العظمة، معناها إن هو رجع إلى المكان بتاع القوة بتاعه. طيب وجلس يعني ايه؟ يعني في استقرار، مفيش جلوس وقيام، لا الكلام ده يعني ايه؟ تعبيرات تناسبنا كايه؟ كبشر. اما رأس الكلام يعني خلاصة الموضوع ان لنا رئيس كهنة مثل هذا، اللي هو مين بقى؟ زي المسيح، قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. وعشان كده اما شافوا استفانوس ساعة الرجم يقول رأيته المسيح جالسا في ايه؟ يمين العظمة. رجع لمجال القوة بتاعته. المسيح وهو على الارض كان في ايه؟ في صورة الضعف، اذ وجد في الهيئة كإنسان، وجد في الهيئة كإنسان، كإنسان ضعيف نجار، وكان بسيط، وكان حاله ما يخليش ان الناس تفتخر بمعرفته. طب وبعدين يجي بعد كده ايه؟ يقول لك لا، رجع الى يمين العظمة، يعني رجع الى مكانته والقوة الحقيقية. وعشان كده تفتكروا في سفر الرؤيا، في بداية سفر الرؤيا يقول لك اما يوحنا شافه، يوحنا اللي كان بيتجئ في صدره، يقول لك سقطت عند رجليه كميت. ليه؟ لقى شكله مختلف بقى، شعره أبيض كالثلج وعينه كلهيب نار، ويخرج سيف ذو حدين من فمه، وصدره كمنطقة من ذهب، ورجليه مثل النحاس المتقى. فلقى المنظر مش ده المسيح اللي أنا كنت متعود عليه، اللي هو كان في الصورة البسيطة اللي كنت بتكئ في حضنه. فما شافه يقول لك سقطت عند رجليه كإيه؟ كميت، لأنه في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. لا إنسان المسكن الحقيقي ده، لأن احنا قلنا المسيح أما نزل قال لنا أنا ماضي لأعد لكم إيه؟ في بيت أبي منازل كثير. المسكن الذي عنده لله لا إنسان، لأن المسكن ده هيبقى في السماوات، بيت غير مصنوع بأيدي أبدي، اللي هو إيه بقى؟ أورشليم الإيه؟ السنة ايه؟ هنكتفي بالحتة دي ونكمل المرة الجاية. تفضلوا نسأل. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك من اعماق قلوبنا لانك يا رب قدمت ذاتك على الصليب من اجلنا. خلاص.